الله أكبر. 29/1/2013، الدبابات تقوم بقصف مدينة كرناز وراجمات صواريخ. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الدبابات وراجمات صواريخ تقصف مدينة كرناز. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تسعة وعشرين واحد 2013، قصف على مدينة كرناز من راجمات الصواريخ والدبابات المتواجدة على تل الشيخ حديد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. 29/1/2013، قصف على مدينة كرناز من راجمات الصواريخ والدبابات المتواجدة على تل الشيخ حديد.